حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية بآخر حلقة من برنامج عيدكم مع فاطمة قيدار. اليوم هو اليوم الأخير من عيد الفطر المبارك. اليوم احنا متواجدين بمنطقة المنصور تحديدا الرواد، نسولف بين أهلنا وناسنا، نحكي وياهم، نعطيهم عيدية وشكر خاص لرعاة برنامجنا. تحسونا طالعين طقم مو اثنيناتنا جميلات، اثنيناتنا نخبل، صحيح مو صحيح؟ اي ان شاء الله تكونون بخير وعيدكم مبارك، وان شاء الله يا رب يمر عليكم العيد بسلامه ورزق وصحه وعافيه. شكرا وسلامه ومحبه. تعالوا نبلش حلقتنا بشكر خاص لرعاه البرنامج، وشكرا شكر موصول لقناتي الجميله قناه الفلوجه الفضائيه. وهذه الحلقه اكيد تكون مميزه لان هي حلقه الختام، والختام مسك. قيداري سلمي علي حمزة. تعاي تعاي، شلونك؟ زين الحمد لله. عام وانت بخير. انا بخير صحة وسلامة. انا اشكرك على الورد، خجلت. لا انت الورد يا عمري. والله تسلمي. اسلم على حمزة. هذا حمزة. هلا حمزة. هلا حمزة. عمري انت اشوفك بخير يا رب. اي قولي انا يما اشوفك بخير. انت يلا انطيني بوس. عندي شعر لك. اوكي سامعين. اتمنى انقلب طلقات، اتمنى سوري يلا. يلا اتمنى انقلب طلقات وادخل لصدرك، اوكي اكتب على شيء يا دمرني حبك. ويلي يما. باي باي. اوقفي تعالي تعالي خلي انطيك هديه قبل لا تروحين، بس اوقفي من رخصتش خالتي. سوري يعني هذه هديه إليش، رايحين تستلميها من حي الجامعه عطر. اوكي هذا شعرك الحلو الجميل. عمري والله شلونك يوم؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك ان شاء الله بخير وانت بخير عيني حبيبتي. الله يسلمك. ينعاد عليك بالصحه والبركه. رحم الله والديك وتهم. انت من وين؟ عرب. احنا من بغداد. كرخ ولا رصافه؟ لا كرخ. حلوه الكرخيين، كل الاهل بيكم، حيا الله اهل الرصافه. اكيد دائما تشوفيني على مدار سنه انا بين الكرخ وبين الرصافه اصلا. الله ان شاء الله دائما. لانه هي الروح الحلوه لبغداد. شو رايك اكمل اللقاء واجيك؟ لا مو حنروح احنا، مو دا اكمل اللقاء. تعالي انا يلا العدوك في اليوم حمزه هسه عشت ايدك. زين خالتي قولي لي ايش دا تسوين هسه اخر يوم العيد؟ دنيا ليل، ايش عندك طالع؟ والله نتمشى بالمنصور انا والبنات. اي نغير جو شويه. البنات شناين شلون بنات؟ لا بناتي الله يرحمهم ان شاء الله. عندك احفاد خالتي؟ عندي ثلاث حفيدات. يا عمري والله صرفتي عليهم عيدية؟ والله هم يعني بخارج العراق. يا عمري إيه عادي حولي لهم. إن شاء الله. إيه ضروري هاي حتى لو خلاص العيد. هم يحولون. إيه. حلوة هاي الحفيدات حبيبي. إيه. الله يحفظهم. زولي هدايا. الله يحفظهم. حبيبتي الله يسلمك. شيلي خالة وين طلعتوا بالعيد؟ والله ما عندنا غير الزوراء اكيد. كلش حلوه الزوراء. عمري والله انا اسفه خاله، كلش اسفه. عمري الحبس اني هم احب. تريدين موطه؟ اني ابو الموطه. اني ليش ما تروحين عمي تريد موطه؟ ليش ما تنطوها؟ طفت الكهرباء عندهم. روحي قولي لها فاطمه تقول انطيني موطه. اني زينه. انت شلونك؟ زينه. يا عمري والله اسفه اني خاله. حبيبتي اخذي راحتك. عمري احكي لي خاله وين ناويه تطلعين لو ها هي بعد؟ والله هي هاي ابو نواس الزوراء يعني. زوراء رحتي؟ ابو نواس رحتي؟ أبو بعد ناين وكافي يعني الاقارب يعني زيارات. ان شاء الله تروحين وتونسين بناتي همين ان شاء الله يجون. اي نعزمهم. حضرتك موظفه؟ لا لا ربت بيت. اي ربت بيت. حلو. شلون كانت تربيه البنات وياك؟ والله هادئات البنات زينات. قلت انت هاد اخ خبلي حبيبتي. الله يسلمك. يستر عليك ان شاء الله. كلهم عاديين يعني نفسي. طبعهم هيك كلهم. انطيك مثل يعني. لا انت بطله. اكو مثل يقول من السكوتي طقي وموتي، ومن الورواري فوتي. صح من الورواري خليه فوتي. هذا اللي قاعد اللي بقلبه على لسانه ويحكين كلنا. لا تخافين منه بسيط ويتلكين. خافك من السكوتي ما حد يقدر. الله يساعد حبيبتي خاله. انطيني هديه.
بألف عافية عليك، هذه الهدية مقدمة من شركة أوسكار. مين عاني؟ أشكرك حبيبتي. مع السلامة. مين أشكرك؟ مع السلامة عاني. الله وياكم. تشرفنا في دول عينك، كل الهلا بيك خالتي. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين وياكم بهذه الحلقة من آخر يوم. آخر يوم من عيد الفطر المبارك، نسولف بين أهلنا وناسنا. شلونكم؟ شو أخباركم؟ أنت شلونك؟ زين الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير، عيدكم مبارك، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. كل عام وأنت بخير، صحة وعافية. أنت بألف خير حبيبتي، تسلمي. شو تصير منك؟ أختي الصغيرة. يا عمري والله شلونك؟ الحمد لله. وأنت بألف خير. شنو اسمك؟ وش قد غدير، وعمري 11. يا عمري فدوى صغير، وأنا الله يستر عليك. أنا زينب عمري 20 سنة. حبيبي فدوى، الله يستر عليكم إن شاء الله. وين رحتوا بالعيد؟ ايش قد اخذتوا عيديه؟ عيديه يعني بين 25 30، هاي عيدياتنا احنا هيك عمر. وبعيدها بالمنصور، يعني اكثر مكان الواحد يتواجد به بالمول الاطفال يعني حتى يلعبون وهيك. هي شوفي المنصور كلش حلوه طبعا، كلش منطقه راقيه وهادئه وحلوه، وتشوفين بنفس الوقت بها تجمع ناس، تجمعات وبها كل شيء تريدي، يعني من محلات ملابس، من ماركتات، من العاب، من كوفيهات، كل شيء موجود بها. اشياء الواحد يتواجد بها هواي، لان كل شيء بها خصوصا العائله. اي شوفين العوائل تتراوح، تجينا اختنا وياها الاطفال، واحنا كلنا نجي هنا. يا عمري والله ايش قد حصلتي عيديه؟ 32. بس جمعتين لميت حسبتين على السريع يعني خلص العيد؟ اي الله يحفظك ان شاء الله. زين احكولي شلونكم ويا الدراسه؟ أنا حالياً منتظرة الكلية، يعني السنة الجاية هاي أداوم، وأختي حالياً خامس ابتدائي، زينة بالمدرسة. حلو ما شاء الله، يعني هسا أنت تخرجتي من السادس؟ إي. شو وقت؟ السنة هاي من يبدي التقديم والجامعة نداوم وياهم. زين لا شو وقت لحقتي تخرجتي؟ السنة راحت بس ما داومت. ها أصلاً يعني تخرجتي وقعدتي؟ عادة السنة كاملة. عجب. راحة. يعني متعب السادس وهواية وضغوطات. يعني هيك بتيت ارتاح. مو يعني السادس مو سهل، تعرفين كلش مواد وضغط كلش صعب، ونفسية تتعب من وراها، فلازم تقعدين شوية. طبعا وراك اربع سنوات، اربع سنوات وانتي تعكيتي منك اصلا عندك 12 سنة، واربع سنوات جديدة شو يصير بالعمر؟ ما هي خلاص انتهينا بعد، بيلحق يشوف حياته. تعبنا ها هي، لازم على الاقل ياخذ له ريست شوية. لا زين سويتي، عفي عليك وموفقة ان شاء الله حبيبتي. زين احكي لي اكثر مكان رحتي بيه وتونستي بالعيد وين؟ منصور حي الجامعة. ويا منو؟ ويا امي شي اكيد، يعني الوالده طلعت، هو اكثر شيء انا وياه كل طلعت ويا امي يعني. مرتاح الوالده يا حي يعني. كل الهلا بيك خاله، كل عام وانت بخير بدول وجهك. شو توجهي لها كلام؟ اقول لها الله يحفظها لنا يا رب ويخليها خيمه علينا، لان هي مصدر القوه لنا وكل البيت، ضحكه بيتنا، ملح بيتنا، شمعتنا، همواتنا، يعني احنا بصوره عامه كلنا كلش نحب امي، لان هي اللي ساندتنا اصلا بالبيت. يا عمري والله شنو اكو مشكلة عائلية؟ تريدين اختك؟ تريديها الخالة؟ انت اختي صغيرة تريديها؟ احكي وياها. شلونك؟ ليش تبكين؟ ليش تبكين؟ تريد ملاعب؟ يا والله حقها، وهسه اوديك ملاعب هسه، يعني حتى عزلوا اهل الملاعب اعتزلوا وانت بعدك. زين انطيك اني هدية؟ ما تريد. حمزة ما عاجبها حتى، ما تتبع بوجهنا يعني، ما حتى العيد هيك ما معبره العيد بالكامل. ها تريدين شو تريد؟ نسيت عيدية. تريدين ربطت بين العيدية والهدية. أنا قلت لكم مشاهدينا الكرام، يعني لحد ما يخلص العيد وأبلش موسم الجديد لحد يحاسبني على سحقاتي، ورا شوي أرتاح نفسيا وأرجع وأرجع في اللوت شغل. طبعا اسحق هوايه مالها، هوايه والناس همتي ان الجمهور شويه وترج، تتعبين هوايه وياها، تشوفيني كل كلمتين ادمجين في كلمه. طلع عادي، طلع سحقات جديده، اخترعي قاموس جديد ليش؟ قاموس فاتفق ايدار. صدق قاموس فاتفق ايدار سحقاتها. الله يحفظها لكم ان شاء الله ويستر عليكم يا رب. سألكم سؤال؟ تفضلي. سؤال صعب. كيف؟ اوكي. اكو مثل يقول جدر على نارك. ما بجدر عن عارفه قد هدر الجدر اللي قلقه بق. انت طيتيني مثل هسه يعني ما سامعه بهذا اللي جدر على ناره وعينه على جاره. ها شلوني؟ والله بطله، والله بطله، وتستاهلين احسن عيديه حبيبي. هذه هديه تعطيها الماما. اوكي خاله فاطمه تقول شو شكرا هسه، بس خلي لا تبكي وانا راضيه حتى. شكرا ماري. اي زعلانه زعلانه. هذه الهدية مقدمة، انشقت الهدية بكت على طقولها صورة. هذه الهدية مقدمة من ايدل بيوتي بحي الجامعة، بالعافية عليكم. مو هسه مو هسه، ورا ما نروح تعاركم. يعني انت تطلي اختك الهدية، انت عندكم مشاكل عالية لازم تحلوها.
شكرا. هذه الهدية مقدمة من أوسكار لتجارة الأخشاب، أجهزة كهربائية وإكسسوارات المطبخ. تسلمين حبيبتي، انت بخير وانت معوضة ان شاء الله. مع السلامة، اكمل اللقاء وتشلعين عيوني. مشاهدي الكرام، بما انهم عندهم مشاكل عالية راحوا يحلوها، احنا نكمل لقاءاتنا لهذا اليوم وياكم ويا احلى ناس قاعدين قدامي ويغيرون جو. عادي اقعد يمها، عادي اسولف وياك، شلونك؟ كل عام وانت بخير، صحة وسلامة من العايدين يا رب. ليش قاعدة وحدك؟ منتظرة زوجي. فيش راح هنا انا ويا خلص العيد تعارك مسموح لك؟ لا راح هنا بشغله ويجي. راح بشغله ويجي؟ لا لا ما يتاخر. انت صار لك قد هنا؟ انا صار لي 10 دقائق يعني استونا جينا. ظلمت وسويت له سالفه. كل عام وانت بخير حبيبي، تسلمين عمري. شلون كان العيد وياك؟ كلش حلو. كان اخر يوم بالعيد شنو سويتي احكي؟ اخر يوم العيد يعني بقينا ببيت عيالي، ما طلعت. اي ما طلعنا لين يجينا خطار. اول يوم العيد، ثاني يوم العيد طلعنا. زين، قعدتي مع عيالك وطلعتي المنصور؟ اي بس هسه قعدت. الله يسلمك. ناويه تطلعين بعد لو خلاص ترجعي لحياتك الطبيعيه؟ لا ارجع الحياه الطبيعيه، عندي بنيه وقعد. بعد لازم نرجع نرجع للمواعي. يعني تونسنا يوم يوم جهالنا. اي والله ان شاء الله. زين، ايش قد رحتي لاهلك بالعيد؟ مره واحده. حتروحين بعد؟ لا بس مره واحده رحت عيادتهم ورجعت. بعد ما تروحين ورا العيد؟ اي اروح طبعا. اي انت بالعاده تقريبا كل شهر، كل 20 يوم هيك اروح. يا عمري والله الله يحفظك ان شاء الله ورزقك الصحه والعافيه والبركه. احكي لي شلون كان روتينك برمضان؟ شو كنتي تسوي؟ اني عازله بيت وحدي. اروح البيت عيالي يعني من الظهر، ونروح اروح البيت عيالي، اقضي من الظهر لعشرة بالليل مثلا يم عيالي. يوميه؟ اي يوميه. زين، من الظهر ل 12 بالليل؟ للعشرة. للعشرة بالليل؟ اي. وبعدين؟ وبعدين ارجع لبيتي. زين، ليش طالعه بيت واحد؟ شنو تشيلين خليك تطالعي؟ انا اول ما تزوجت زوجي اخذني ببيت واحد. زين. اي بس برمضان لين لمه وحلوه وعائله، فاروح يم عيالي انا وزوجي. وتحضرين فطور ببيتك؟ لا لا، يم عيالي نحضر فطور سوا. زين، منو موجود بعيد يم عيالي؟ موجودين حمويني، شناين مثلا. اي على الواهس يعني اكو شناين. حمايه، اي وحده مرت حمايه، عمتي، عمي، زوجي. ورده. والله العظيم. صدق لو مجامل؟ والله ورده. صدق حلو البيت. تعال شوي تقرب لين صارت عندي مفاصل، انا راح اروح قبلك على الدكتور مفاصل بعد ما بيها مجال. احكي لي شنو الحلو بعيالك؟ ورده يعني عمتي حبابه، عمي حمويني، مرات حمايه، يعني كلش حبابين. حبابين؟ اي والله. اكثر وحده قريبه من الشناي؟ مرات حمايه. صغير لو كبير؟ لا الوسطاني. ليش عود قريبه عليك؟ مو انا وياها يعني بنفس اللي يعني مو بنفس البيت، هي بيت عيالي وبس، هي موجوده بيت عيالي. اي على طول اروح يمها واشوفها. اي قريبه عليك؟ اي قريبه. زين، بنتك ايش قد عمرها؟ 9 أشهر. يا عمري صغيرونه ما شاء الله. هي. الله يحفظها. الله يسلمك. شلون شي الامومه باول سنه؟ تعب. بيها ترجع؟ لا لا، 9 أشهر وهسه حامل. ما شاء الله حبيبي، شلون راح تسيطرين عليها؟ وانا حايره شلون راح اسيطر. قول ليش عايفك وحدك؟ عايفك تفكرين بحياتك؟ شو تدبرين؟ هي عافيه. عيني حبيبتي الله يساعد، شلون راح؟ اي والله شايله هم. ايش قد؟ ايش قد ما هم نعمه ورزق وامتنان لرب العالمين لانه رازقنا هذه النعمه، بس هم مسؤوليه. انت لازم تأدين رسالتك، لازم تعرفين شنو هدف من انه انت عندك بنت او ولد وصرتي هسه ام مره ثانيه. لازم تربيهم تكبريهم يتحملون مسؤوليتهم، توصلي رسالتك بالامومه. يعني الله يساعد. الله يسلمك حبيبي. قويك، ولانه رب العالمين يدري بيك انت تقدرين وقدها وام تخبلين، رزقك ان شاء الله بمولود جديد حبيبي. يحفظك وتقومين بالسلام. الله يسلمك حبيبي، رحم الله والديك. سلمي. زين، انت ربت بيت لو مو؟ لا ربت بيت. حلو. زين، من هسه بالعيد او بعد العيد شلون راح يكون جدولك؟ يعني ستي باكر ان شاء الله ترجعين حياتك الطبيعيه، شنو جدولك؟ جدولي اقعد ببيتي استقر. ما حد مستقر برمضان، كلها تطب وتطلع برمضان. استقر ببيتي، اقعد يم بنتي، نسوي اكل انا وزوجي وبنتي، يعني نلتم عائله، نصير نرجع مثل ما قبل. نرجع عائلة مو متطشرين يم عيالي ويم. يعني برمضان اتطشرنا بس هسه لا نرجع عائلة. الله يحفظك ان شاء الله. انطيك مثل وتكملي لي.
ليش تغشين؟ ها؟ ها؟ مانية أنت حامل وأني حبابة وياك. شين تبعين؟ والله ما انتبهت زين ولا شفت كل شيء. أوكي تمام. أكو مثل يقول حتى القمر بي نجم. مين القمر بي نجم؟ شايف هذا يقول الحلو ما يكمل حتى القمر بي جمال. هاي البنية حلوة بس يلا هو الحلو بي لولا لولا حتى القمر بي لولا. عفي عليك وبطل انطوني هدية. شوفوك بخير كل عام وانت بخير حبيبي. تسلمين شكرا عمري. ان شاء الله حلت القعدة وياك ومرتاحة وما ودي اقوم. حبيبي تسلمين والله. هذه هدية مقدمة من شركة اوسكار لتجارة الاخشاب عنوانهم شارع فلسطين. تستلمين هدية. حبيبي تسلمين شكرا لك حبيبي حياتي عمري. تسلمين الله وياك حياتي. مشاهدينا الكرام انا كلش يعني بصراحه متونسه حمزه يعني بالقعده يعني انت دا تجبرني انه انا اكمل واروح. مع السلامه في دول وجهك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معكم. الله يساعدك. الله يساعد بختك. بخير انت بخير. سلامه. الله يسلمك. رزق وعافيه وستر. الله والديك. تسلم. انا من بغداد. حياك الله. كرخ لا كرخ للكرخ. الله يحفظك ان شاء الله. قل لي شنو تشتغل؟ بيعلك. الله يرزقك يا رب. الله والديك. انا بالرواد؟ ايه بالمنصب. يوميه يعني تشوف لك شارع؟ لا بالرواد اكثر شيء. من مستقر؟ مستقر من 2013 لحد الان. الله يرزقك ان شاء الله يا رب. حتى الوادم امنت بيه. شلون؟ اقول حتى الوادم امنت بيه قامت تثق بيه اكثر. ها قامت تتامن ان انت موجود معروف. معروف. انت مشهور اكثر مني. اكثر منك. انت معروف بالرواد اكثر من مالي معروف. اكثر منك اي. صدق هذا التواضع ولا غرور؟ لا التواضع مو غرور. شلنك مغرور علي؟ لا والله اكثر من. راح اقول لك ليش اغار عليك. لانه شبهين اختي اللي بالسعوديه. صدق اختك بالسعوديه عايشه؟ اي. ليش تسوي بالسعوديه؟ متزوجة وعايشة. مستقرة هناك؟ مستقرة. الله يوفقها يا ربي ويوفقك ويحفظ لك اختك ان شاء الله. اعطينيها. اقول بالشعر. اوكي يلا. يقول هذا الشعر لام الميتة ربتني. يقول جيت انشد على اهل الدار. أي. الوالده ربتك؟ ربتني اختي. ها على اختك ربتك. والدتك متوفيه؟ لا امي عايشه. الله يحفظها لك. بس اختك ربتك؟ اي اختي ربتك. يقول جيت انشد على اهل الدار. زين. لو انهم عزاز وابد ما بطلت. وانهم يا حاد الظعن بالله عليك. وانهم كسروا ضلع القصير شلون بيا. الف وصفه ويا حيف عزب على الرحيل وماتت يمهم. الله يحفظ لك الوالده. وشوي متكون ويا اخوي واقول شعر على اخوي. زين متكون ويا اخوك؟ اي والله. سؤال. جواب. انت شبيك ويا اخوك؟ متكون عمود فلوس. يطلبك لا تطلبك؟ لا واحد قام يساعد الثاني بس انا ما يساعده. ما يساعدوه؟ اي والله. زين شو توجه للرساله؟ اوجه للرساله خاف يشوفني لا اسلم عليك ولا عليك. لا اقول يا الله احنا بايام مفترجه اخوان. احنا اخوان صحيح بس يحيلون يدفعون بامي عليه. والله الله يرزقك وان شاء الله رب العالمين يسخر لك ولد الحلال. انا ما اريد منك لا هديه ولا بعد بس حبيت اسوي وياك لقاء بس. يعني هاي الهديه ما مطيتها لك مطيتها لكل العراقيين اللي شاركوا وياك. فدى القلب يعني مو بس انت فلا تسوي لي حركات. اوكي ماشي عفي عليك. تاخذين علك يا يما. اوكي والله اخذ علك هاي متفقين. وانا انطيك هديه وانت تنطيني علك. اوكي اطيب علك بالدنيا واطيب علك راح اجربه اليوم اني في دول وجهك. الله في دول وجهك. الله يرزقك ان شاء الله. هذه هديه مقدمه من ايدل بيوتي عطر لك للعيد وهذه هديه من شركه راح اخليها وما اخذ العطر اخليها معزز. لا عمي روح وعفها معززه ماشي. مو خاف العطر فراق؟ لا مو فراق لا ماكو هيك حكي والله خرافه والله العظيم صدق والله تتذكرنا فيه يوم يتبخبخيش وتتذكر. ماشي يلا مع السلامة. فدل قلبك حمزة تعبتك وياي. الله يسلمك حبيبي. هلا مع السلامة. الله وياك كل الهلا. مشاهدينا الكرام أنا ما أعرف يعني شنو أحكي والله يعني أنتم تخبلون. تعال منا شلونك؟ الحمد لله. أنت شلونك؟ كل عام وأنتم بخير. وأنتي بألف خير وصحة والسلامة. من العايدين والفايزين بالجنة. يحفظ لكم الأهل. الله يحفظك. في دول وجهك يا عمري ويحفظك. إيش قد عمرك؟ 7. وانتي؟ أنا 10. الله يحفظك. يصير منك أخوي. الله يحفظكم يا رب. شنو رأيكم أنا ياكم نطلع فاصل؟ كيف تقبل؟ يلا قولي انتظرونا. انتظرونا فاصل ونواصل. يا ربي تعرف والله ما أروح فاصل. شنو أشطر من عندي؟ شنو تراني غار؟ إذا أنت أشطر منه غار أنا خاف تأخذين حمزة وتصورين وحدك بعد. لا لا ما هذا. هذه هدية إليك وهذه هدية إليك. أوكي تسلمين. تستلميها من حي الجامعة. تمام أوكي يلا قولي باي باي الحمزة نروح فاصل. باي باي. باي باي.
وانت تبي علي بخير. صحة سلامة. علينا وعليكم. من العايدين ان شاء الله. علينا وعليكم. تسلمين. الله يعافيك. الحمد لله بخير. شلونك يا العيد؟ الحمد لله نعمة. الحمد لله. زين تعال شوي هنا، عاشت عيدك، انطيت عيدية لو اخذت عيدية؟ والله لحد هسه لا اخذت ولا انطيت. ابد؟ ابد. خلاص العيد. نشوفك على العيد تشبيه. ان شاء الله. راح تاخذ عيدية؟ باذن الله. اكيد. ان شاء الله. حلو. زين انت خال لو عم؟ اني خال. زين ليش ما انطيت البنات اختك؟ والله صار لي تقريبا 3 أشهر ما نازل للبيت. شاقة. ليش انت من وين؟ اني من الانبار. حياك الله ويحفظك، كل الهلا بيك. صار 3 أشهر منازل اصلا؟ اي والله. يعني رمضان كان هنا؟ رمضان ويعني طالب واشتغل هنا. الله يساعدك ويقويك ويرزقك ويفتح بوجهك. رحم الله والديك. انت بطل. حتى عيدية مريت. لا بنات اختك ولا اهلك، تشتغل على نفسك. رحم الله والديك. اهم شيء انك تشتغل على نفسك، اهم شيء انك توصل للي تريد. ان شاء الله. إذن. الله يحفظك. الله يحفظك. احكي لي عن اجواء بغداد، شلونها وياك؟ والله الحمد لله الاجواء كلش طيبه والناس يعني ذهب والله، وما شاء الله الامن والامان بغداد، وان شاء الله دوم هاي اللمه والناس. يا رب. زين وين تطلع عاده من يكون عندك بريك، ما يكون عندك شغل؟ والله ماكو بريك، يعني شغلي 13 ساعه. قهرتني، انت تشتغل اكثر مني. حمزه لقينا شخص يشتغل اكثر من عندنا. الله يساعدك. الله يسلمك. ويوفقك ويرزقك يا رب. زين ايش وقت ناوي تاخذ بريك؟ ان شاء الله بعد العيد. بعد تاخذ بريك تروح يعني هالاسبوع هذا يعني؟ باذن الله. الله يوفقك. الله يسلمك. رحم الله ويفتح. رحم الله. زين شغلك سهل ولا صعب؟ والله نوعا ما، يعني الوقت هو المتعب، يعني الشغل مو متعب. شغلك اللي تشتغله مو مستحيل؟ لا مو متعب، بس طول الوقت هو اللي يتعبني. وين تحس بالملل تحديدا بعد تخلص البطاريه؟ يعني بهيك وقت وبعد اكثر، لان هسه وقت التعزيل وتعب يصير اكثر. اي بالضبط. صح. الله يرزقكم ان شاء الله يا رب، وان شاء الله ترجع لاهلك بخير وسلامه وترجع لنا. ها مو تروح وما ترجع؟ لا ارجع ان شاء الله. عافيه بطل. اسالك سؤال هلا صعب كيفك؟ اوكي سهل لا صعب. اكو مثل يقول ودع البزون. زين اكو مثل يقول بالوجه مرايه بالقفص اللايه. عفي عليك بطل. صح. انطيني هديه، عاشت عيدك وجوابك. شفتكم هديه طبعا. ولعيونك شوفك بخير وعافيه. هذه الهديه تاخذها قبل تروح للوالده حتى تفرحها بيها، من اوسكار لتجاره الاخشاب واكسسوار المطابخ، اكسسوار او اجهزه كهربائيه للمطابخ. ان شاء الله. تسلمي. شوفك بخير ان شاء الله. وانت بألف خير. مع السلامه. كل الهلا. حياك الله. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بهذا اليوم، هي هذه الحلقة الأخيرة من برنامج عيدكم مع فاطمة قيدار، لأنه صار لنا 4 أيام احنا متواصلين وياكم. مرحبا. أنا مرحبا حياكم الله. وانتم بألف خير. صحة وسلامة. الله يسلمك يا عم. الله يخليك يستر علي ان شاء الله. يسلمك عيونك. يستر علينا وعليك. الله يسلمك. شلون الأهل؟ والله الحمد لله زين. أنا أصلا مو من هاني، من الرمادي. أهل الرمادي. اليوم ايش قد التقيت من أهل الفلوجة والرمادي؟ الحلقة بس ايش تسوي؟ لو رايح حمزه لو رايحين للرمادي ما نحكي هالقد ويا ناس من اهل الرمادي. هذه الحلقه برعايه الفلوجه والرمادي. ايش تسوي؟ والله على راسي. يسلم راسي. شكرا يا الله يسلمك. نورتونا. نورك هذا نورك. الله يسلمك. هنا تكون بالمنصور على طول؟ انا دائما هنا اكثر اوقاتي هنا يعني. اي اي موجود. ويا العائله تجينا ويا الاصدقاء؟ لا لا اكثر شيء ويا الاصدقاء، اصدقائي جماعتي نجي هنا. زين شنو تسوون من تجون؟ تروحون مكان معين تتونسون؟ تتمشون؟ نروح نشتري ملابس، نطلع نتونس، نروح للزوراء يعني. اماكن حلوه شوي. كان العيد وياك؟ والله زين الحمد لله. شو سويت بالعيد؟ والله يعني ما طلعنا تونسنا الافطار يعني ماكو فج. عيديه لو اخذ منك عيديه؟ لا نطيت ولا اخذت بعد. هاي شنو ليش ما نطيت ولا عيديه؟ ما خسروا؟ اي لا لا بس ملابس للجهال وش اسمه والله متواضعين متواضعين للجهال. اي الحمد لله. اي الحمد لله. يعني ما اخذوا خمسات وعشرات اول يوم العيد؟ لا لا بعد لا لا ماكو ابطال ذولا ما تطيهم؟ انا مو اول يوم العيد ابقى نايم للعشره للداشر على مود حد ما ينسون. اي على مود ينسون الموضوع. شفتوا عيني لحقوا علي بالعيد الكبير يطلب قنايم حتى تنسيكم العيديه. اي على مود حرقت لك الفيلم. تسلمي. الله يحفظك. اعطيك مثل وتكمل لي اياه. يا اذا اقدر يلا خلينا نشوف. تقدر تقدر سهل. اكو مثل يقول لو ردت صاحبك دوم. اي حاسبك كل يوم. والله صحيح. تحاسب اصدقائك لا دائما يعني انا اعطيهم واخذ منهم واطلعهم بالسياره وياي لا مو ماديا تحاسبهم على المواقف يعني مثلا واحد ضجت منه تمشي له لان هو مو كلش غالي لو توقف عند حد لان انت تحبه حتى ما يعيده
دائما نضحك ومن الشاقة يعني ماخذين الامور كلها هزل، ما عندنا يعني شيء زعل ماكو بحياتنا. شكرا، الله يحفظك. الله يسلمك. هذه هدية مقدمة من شركة اوسكار لتجارة الاخشاب واكسسوارات. شكرا، نورك هذا عيني ان شاء الله يسلمك عيونك. في دول وجهك. مشاهدينا الكرام، الله يحفظ أصدقائكم ودائما تكونون بالاختيار الصحيح، لأن الأصدقاء إذا اختاريتوا صديق غلط إلا أنتوا تكونون أحسن وأفضل حتى تقدرون تغيروا. يا هلا تهجمون علي هجموا هلا 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 يا رب يكون هيك. أنا أصلا يصير عندي 6 أخوان وظل كل ساعة زامط بيهم وهدد العالم بيهم. شلونكم؟ شو ما حد قال لي إحنا أخوتك؟ لا إحنا أخوتك. أزعل وسبتي. هاي شنو انت الجو يمك شلونك؟ زين الحمد لله. اصعد على الدكه. لا لا انا اصعد على الدكه. يلا صعدت. اوكي يلا هسه زينه؟ زينه. اي والله هسه الجو زين يمي ويمك. تعالوا شويه هنا. شلونكم؟ الحمد لله. اوقف شوف حمزه اكو فرق صح؟ شوف اذا قلت لي مواليدك اقل من 2000 كل شيء ما اسوي. احنا كبرنا 2009. كنا 2009. يعني صدق حمزة تريدني أكمل اللقاء وما ألطم آخر يوم العيد؟ أنت 2009؟ أي. أنت 2000 وأني 1998؟ عادي. شنو العادي؟ حرام عليك. هذول البنات. هذول البنات أخذوا كل شيء والله ما بقى لنا شيء. زين أنت يا مواليد؟ أنا 9. كلكم 9؟ أنت 2010 زين بعد بيك فرق سنة. فرق طول شويه. زين انتم شنو تشتغلون بمكان؟ لاعبين انديه منتخب وطني. عمري فدوى. الله ينصركم يا ربي وتفوزون دائما ويقويكم. من اكثر واحد بطل باللعب؟ والله كنا زينين الحمد لله. لاعب لاعب مميز. منتخب ماكو فرق. يونس محمود ب 2007 هيك عندنا بس هو. بس هو لاعب المنتخب دائما مميز. اي وين اللاعب مالتكم؟ كنا ملاعبين. كنا لاعب اي شنو يسموه ال لا شو الكابتن؟ ابو علي عبد الله عدل. زين منو اكثر واحد بيكم يضرب ويكسر وما يلعب لعب هيك؟ اماني اماني يا ظالم هم انت هيك اللي ياخذ منه الطوبه يجي ليش تاخذ الطوبه؟ هذاني اي حساسين حساسين ذولا باللعب صدق هش ما يفيدون ذولا مو حلو واحد يصير حساس ما دام نتيجه يعني ما دام يجيب نتيجه الحمد لله. زين دائما انتم تفوزون ولا تخسرون؟ لا شاركنا ببطوله غرب اسيا اخذنا ثالث عليها. ما شاء الله يا عمري الله ينصركم يا رب. انتم ابطال وعافي عليكم. واريد تحكوا لي وين تشوفون نفسكم بعد 5 سنين بس كل واحد يجاوب واحده. اوكي؟ اوكي يلا انت وين تشوف نفسك؟ والله يعني هو التوفيق من الله. اي وشوف حسب المدربين بعد شلون نتدرب حد ما نوصل ونكبر. شوف الأندية، شوف المنتخب الوطني يعني نتطور. كل ما تتطور أكثر كل ما تقدر تلعب منتخب وطني تلعب أندية. يعني شوف نفسك بنفس الطوبة بنفس المجال. إذا أتعب على نفسي أكيد أجيب نتيجة. يعني نفس المجال نفس الكاركتر مالته كلاعب. كل واحد كل ما يتعب على نفسه أكثر كل ما يوصل أكثر. نفس المجال لأن هو يعني منتخب عراقي. روح بعيد أنت أصلاً بالرصافة تعال يمي. أي. نفس المجال هو منتخب وطني بس يعني المتقدمين الكبار يعني إن شاء الله. نشوف نفسك يعني شوف نفسي منتخب وطني متقدمين. حلو والله على حسب كلهم على حسب التوفيق. توفقت اطلع برا العراق ما توفقت طلب العراق على المنتخب الوطني. تبقى بالعراق وتصير رقم واحد. هو هم نفس المجال احنا لاعبين كره السله لاعبين منتخب العراق حسب اللي يتدرب الاكثر تجي عروض من نوادي وان شاء الله توفيق من الله. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقني واروح مثلا انديه كبيره منتخب متقدمين العراق. ان شاء الله. شو يضحك برتقالة؟ اي ديالة 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 اي والله البرتقال كل يومكم حتى بينا فقر دم من وراكم ما تنطونا فيتامين سي. يوم يجيب لهم برتقال من اجل والله يصرف عليهم يوم يجيب لهم برتقال. انا راح اعطيكم هدايا تاخذوها للاهل لان هم الاهل الداعم الاول لكم وهذه الهدايا مقدمه من شركه اوسكار لتجاره الاخشاب واكسسوار المطابخ عنوانهم بشارع فلسطين. انطيه لصاحبك خطيه بصفك. اي اوكي. يا عمري والله شوف شو راح يساعدني بشارع فلسطين مقابل وزاره الداخليه بلف عافية عليكم اجهزه لي المطبخ. شوف انت يعني اني اذا اريد انطي صاحبك اروح له صح؟ انت شو تسوي؟ تسوي هيش توصل النهر دجله الجسر الجادريه تلوح مستحيل ما شاء الله. لا تروح تقول فاطمه حسدتني وبعد ما طولت مو صحيح؟ لا لان ما شاء الله انت 2009 يعني بعد حطولهم بالمتر. ايه يطول عد نموكم مستمر.
الله يحفظكم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، الله يخليك. مع السلامة، اشوفكم بخير، فرصة سعيدة في دول عينك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين، تعال حمزة لا تروح بعيد، وفاصل ما اطلع. شلونكم؟ هلا عين، هلا بيك. انت بألف خير، صح سلام، الله يوفقك. الله يسلمك، كل عام وانت بألف خير. عيوني سلامة، ينعاد عليك بالصحة والسلامة. الله يسلمك، في دول عيون انت وياه. مو من ضمن الضيوف؟ أول شيء هو ماكو ضيوف، هو الموضوع ما بي ضيوف، أنت من وين جبت احنا من ضمن الضيوف؟ هاي لو بس تريد هيك تسوي حركة. اي والله زي سوي حركة. ماني قريتك. شو؟ والله بخير الحمد لله. وأنت بألف خير إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. وأنت بألف خير. يسلمك ويحفظك ربي. أنتم من وين؟ بغداد. كرخ الرصافة. حي الجام. كرخ. حياك الله. وأنت؟ بغداد الدورة. يعني هم كرخ. شلون هالكرخ وياك؟ والله بخير الحمد لله. شلون هالكرخ؟ دير بالكم تقولون عليها شيء غير انه هي تخبط من الرصافه. لا شنو هاي، ما اسمح لك تجنن. بغداد الرصافه وكرخه تموت. يعني انا كرأي. كرأيك. اوكي، يعني ما لك علاقه برايي. هذا رايك الشخصي اللي انا ما قابله عليه. ليش؟ لان انا احب الرصافه. هاي يعني دائما احس بالرصافه نهر دجله اكثر هناك، شو احس الهواء بيرد. وانا كاكثر صور اخذ يعني بالرصافه، بس يعني انا اخذ يعني يا جماعه شوفوا بعد اي احد يشوفه بالرصافه لا يخليه يكون موجود، لاني اخذ صور عندكم ويحكي عليكم. الله يحفظكم. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. وسلام. اعطيكم مثل وتكملوا. يلا نقدر عليه. تقدرون بلغ. هو انا احب الغش. اه اوكي، بس مو يمي انا اساعدك. اي بس مو يمي. نعم. جاره ما تعجبك؟ تفشخك. ايش وقت تفشخك؟ ايش وقت راح تفشخك وتجاوبني؟ لا مو شويه يعني ما اعرف اذا يعني الاحجار ثقيله. اوكي يلا، هي الاحجار ثقيله مو؟ اي والله ثقيله. كل الهلا بكم، نورتونا، حياكم الله. هذه هدايا ثلاثه مقدمه من ايدل بيوتي، الف عافيه عليكم. وهذه ايضا الف عافيه من شركه اوسكار لتجاره الاخشاب واكسسوار المطابخ. شوف كل الهلا، حياك الله. الله يحييك. الله يسلمك. ماكو كلمه عمري؟ عمري. شو اوقف، تعال، وين الولد؟ اني تيهت. حياك الله، تفضل كل الهلا. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم، فاصل نرجع لكم. هذا البرنامج برعايه خير حبيبتي. اهلا وسهلا يا مية، هلا بيك حبيبتي. الله يخليك، احلى كلمه اسمعها بحياتي عمري. يا عمري يا عمري. وانت بالف خير يا عمري. الله يسلمك عيوني انت حبيبتي. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. انت بخير، انت بخير، الله يحفظك. مبارك عليكم الشهر، وان شاء الله عيدكم مبارك، وان شاء الله من عوادينا والستر والعافيه ان شاء الله. يحفظكم الله ان شاء الله. الله يبارك بعمرك. بخير وانت بخير حياتي. الله يسلمك. امين يا رب للجميع. شو يصير منك؟ والدي ووالدتي. يا عيني، الله يحفظكم يا رب. تجيني يمي خالتي. انتم من وين؟ الرمادي. حياكم الله، ويا هلا ويا مسهلا، ونورتوا بغداد بالعيد. والله توا ما نورت. منور بيكم، منور بيكم يا عمري. الله يخلي. بايته لو راجعه؟ لا راجعين ان شاء الله. ما تباشين بغداد؟ لا ما تقدرين بلي الرمادي؟ اي طبعا طبعا. الله يحفظك حبيبتي. زين، ايش عجب بالعيد جايين لبغداد؟ اجينا هيك نتونس وجينا نشوفكم. الله يخليك يا عين. كل الهلا، نورين وميت اهلا وسهلا بيك. من الرمادي لحد المنصور، ومن المنصور للرمادي. اشكرك اشكرك حبيبتي. خالتي كم بنت وولد عندك؟ ثلاثة بثلاثة. حلو، ستة. اي ستة. ما شاء الله. احفاد عندك؟ عندي اثنين. ها ما شاء الله. ايش قد صرفتي عيديات؟ اليوم اخر يوم بالعيد، فاكيد انت صرفتي عيديات. ما بيها ابوهم انطاهم. اي ما دفعتي؟ لا لا عجب عفوك بحالك. زين محظوظه خالص. حمسات حمسات. ها حمسات على خمسه خمسه. اي خمس حمسات على خمسه خمسه دفعتي. حفيدتي هاي ما
ما تريد الا حمسه. الا حمسه زين زين، ما تريد حمراء الحمد لله. خليها الحمسه حلوه زين. الحمد لله الله يحفظك. كم خساره عيديها؟ يعني حوالي 10,000. بس؟ اي مو هم اثنين. شنو هاي؟ اصغر عيديه بالكوكب؟ اي لا مو احنا. البنات والولد مو هم يعني ابو راتب وتقاعد ومن هالقبيل هذا فشويه. هم ينطونه. اي والله. هم يريد هسه احنا نريد من عندهم لان هم هسه كلهم رواتب صاروا ومعتمدين على نفسهم. وصلتيهم. الحمد لله الحمد لله. يعني هسه انا اسالكم انتم ايش قد اخذتوا عيدية؟ احنا لا الحمد لله كلهم انطوني. يا عمري والله صلوات عني. الله يحفظك. انتم شوفتكم بالبيت هي العيد واهل العيد وهلال العيد وهلال السنه كلها. الحمد لله وجودكم رساله الحياه هي. الحمد لله الله يحفظك يبارك بعمرك. والله يعني انا على يقين كل العوائل العراقيه وجود الاب والام هو الرزق الحقيقي، هو العيد بنفسه، هو فرحه العيد، لان الام هي اللي تلم كل العائله وهي اللي تصالح المتزاعلين وهي اللي تفهم الغلطان وتفهم الصح ودائما اللي تكسر وتجبر بالعائله. بالضبط بالضبط حبيبتي. حبيب منو اعز واحد عندك من السته؟ هذا هيك المدلل بالقلب. اكيد محمد. اكيد محمد، يعني حتى ما تقول لي كلهم اعزاز ولا لا. اكيد محمد كلهم بس محمد جوكر. جوكر ليش؟ هو يعني كبير. اي هو كبير ومزوج. اي طبعا. ويعني هو اي لا الاحفاد من بنتي. انت محمد؟ خالة تقول أنت جوكر مع العائلة، هنيالك عيني سيد جوكر بس التوبة بصفة زوجتك. هذه زوجتك تشرفنا والله، وكل عام وانتم بخير فدوى لعيونهم الله يحفظهم. حبيبتي أشكرك. شلون أمك تفرق بين يعني مو تفرق بس شلون تعامل محمد؟ تعامله حيل حلوة معاملة حلوة. شلون بالله يعني مدللت وشيريت تسوي. محمد شيريت تم؟ اي تم. ما له علاقنا واحد. لا لا ما لا علاقة. توحد انتو تم بعدين. اي صحيح. كلها بعدين محمد. اي احنا بعدين. اي اهم شيء محمد. محمد اول شيء. اول شيء وبعدين تجي الكل. ما الله حظك حلو محمد. الله يحفظه ان شاء الله. الله يسلمك. انت يا اموالي. انا 95. يا عمري. ومحمد. محمد 93. واصغر واحد بيكم؟ 2005. يا عيني ما شاء الله مو كبير. ايه. الله يحفظه. الله يخليك. الله يحفظه. زين هسه العائلة كلها موظفة. موظفين وخريجين. خريجين يعني بس محمود بعد بالكلية هسه محمود والباقي لا كملوا. زين أم محمد شنو هي رسالتك اللي تحسين وصلتيها للثلاث أولاد والثلاث بنات؟ رسالتي أهم شيء أنه علمتهم الصح من الخطأ. حلو. واعتمدوا على نفسهم. نعم. احترام تربيتهم الصح ومن الخطأ علمتهم من هم أطفال فهسه عايفتهم وين يروحون وين. أنا معتمدة عندي ثقة بيهم والحمد لله. أينا هلا اليوم شنو الفرق بين الصح والخطأ والحلال والحرام؟ هم نفس الشيء تجون مننا أنا شوية عاشت إيديكم. هم تحسيهم نفس الشيء ولا الخطأ يشبه الحرام بالنسبة إليك؟ لا طبعا ما يشبه الحرام طبعا. هذا خطأ هذا حرام. مثلا عندك شوية مثلا سووا أشياء مو زينة ممكن تعديلها. أي بس الحرام حرام. حرام بعد ما ينفع أبدا أبدا. والخطأ مسموح به. أي مسموح به بس الحرام لا. هذا خط أحمر. صح. وصلتي رسالتك كأم إنه الخط أحمر ما يصير تتجاوزه أبدا. الحمد لله. أي الحمد لله. الحمد لله. صحة وعافية حبيبتي. طول وجهك يوم. أنا تشرفت بيك وأني سعيدة سعيدة ومحظوظة بهذا اليوم إجيت وشفتك. يا عمري والله يعني هسه العيد عيدي لأن أنا شفتك. ليش أنا عندي عيدين بالله الكريم حبيبتي وتشرفت. فدوى لعيونك الله يسلمك. أنطيكم مثل وأنتم تكملين. جاهزة؟ يلا ما يلا جاهزة؟ جاهزة. أوكي نسمع المثل. المثل يقول صانع الأستاذ أستاذه ونص. شنو أبو محمد شاطر وين؟ إيه طبعاً. قلتي لو يرجع بيك الزمن ترجعين تتزوجين أبو محمد؟ أكيد. ليش أكيد؟ أكيد فاهم كل شيء. يا عمري. إيه وما تعتمدين
عالية، يعني أتمنى أمنيتي أنه يعني كل وحدة تحظى فيك رجال. لا عيني لا مريت كل وحدة، أهم شيء أنت حظيتي بابو. لا لا خاف عليه لا ينحسد. لا ما ينحسد، أنا هواية ناس يحسدوني عليه. يا عمري ما شاء الله. لأنه بداية حياتنا أنا وياك إنما عشنا أصدقاء. ما شاء الله. أي أصدقاء. فثلاثة وثلاثين سنة إحنا صدق أصدقاء. أبو محمد شنو توصف هذه الثلاثة وثلاثين سنة؟ بس تجون شوية هنا حتى نكون أحلى. أوكي الثلاثة وثلاثين سنة اللي مرت مع أم محمد شنو توصفها بجملة أو كلمة؟ والله هي تجربة، والتجربة الناجحة، لأنه الحياة معتمدة على النجاح، مو شرط أنه واحد يتزوج وخلص ويخلف، لا لازم النجاح يعكس على ولده وبناته، لازم يكونون ناجحين، فلذلك سبحان الله انعكست الحالة على ولدنا، خريجين وموظفين والحمد لله نفتخر بيهم. نفتخر ما... نعم الله يحفظك ما قدمنا لهم، والحمد لله على قولتك انت الحلال والحرام. الوالد الله يرحمه كان يحكي لنا يقول لنا اهم شيء توكل ابنك حلال، وفعلا الحمد لله ويجعلكم دائما من اهل الحلال ان شاء الله، وييسر لكم اهل الحلال بطريقكم في دول وجهك. زين ابو محمد، اني والشعب العراقي كلنا طماعين بدعوه حلوه نسمعها منك باي هذه الايام المفترجه. يا رب نهايه رمضان وعيد الفطر المبارك ان شاء الله، اللهم ان شاء الله هذا الشعب وهذا البلد اللهم يرفله بالامن والامان والستر والعافيه لكل الشعب العراقي ان شاء الله. الدعوات عمو الله يحفظك ان شاء الله. هذه هديه خالتي مقدمه من ايدل بيوتي، محل موجود بحي الجامعه قريب علينا، قبل ترجعي للرمادي مري له تستلمين هديتك بالف عافيه، عطر خاص من وكالتهم وما تلقوا بمكان ثاني. وهذه هديه مقدمه من شركه اوسكار لتجاره الاخشاب واكسسوار المطابخ، عنوانهم بشارع فلسطين مقابل وزاره الداخليه. بالعافيه تستلمون. ها حمزه يقول هاي الهديه البنوتاني نسيت. ماكو فرق بنتش بعد. يا عمري عمو شلون ينطي اياه فتوى العمر عمو. الله يحفظك ان شاء الله، شوفكم بخير. حبيبتي اشكرك تشرفنا، وانت الف خير ان شاء الله. ان شاء الله اشوفك في يوم الرمادي ان شاء الله. هذا البرنامج يبقى لانه برنامج العائله العراقيه، فسبحان الله يعني انت والبرنامج. الله يحفظكم ان شاء الله. يسلمك ويحفظك. مع السلامه. مع السلامه حياتي، وانت بخير قلبي وجهك حبيبي. انت مع السلامه عمو. مع السلامه خاله. مشاهدينا الكرام كلش سعيده وفرحانه وفخوره انه انا اليوم متواجده مع عوائلنا واهلنا في منطقه المنصور، وهم متواجدين من مختلف محافظاتنا وبل مناطقنا ايضا، ويجون ويتونسون ويتوضعون، واكو عائله هنا. انا خلينا نحكي وياها. شلونكم؟ كل عام وانتم بخير. بخير صحه وسلامه من العايدين. الله يحفظك. عليكم يا ربي بالخير وبالبركه ان شاء الله. الله يحفظك. الله يطول عمرك. دول اولادي هم؟ اي نعم. انا عبالي اخوك. لا لا ابني، هذا ابني الكبير الله يحفظك. هذا هم ابنك؟ ما واحد اربعه. اي نعم. اي اربعه بعد كبير بالبيت ما طالع ان شاء الله. ما شاء الله. الله يحفظكم. انت يا اموال 2007. وانتي تعرفين 2015. يا عمري والله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك بيك. من الشالع قلبه؟ والله شالع قلبه هذا. الله يحفظه. زين منو اكثر واحد انطيت عيديه؟ والله انطيت لهذا اكثر شيء. اي نعم اغلى شيء يعني. شعود على حجم خدوده. اي نعم. كل ما الخدود تكبر العيديه تكبر. نعم نعم. شلون حكي هذا؟ لازم يجي. من اكثر واحد اشترى هدوم للعيد؟ والله كلهم الفضل من الله. الحمد لله قصرت لها فضل من الله يعني. الله يزيدك ويرزقك. مدلله والله. مدللها هاي شوفيها. والله يعني راح احكي حتوصل. اي العيد للصغار مو للكبار. لا ليش هاي منو قال؟ مو والله احنا بالنسبه لنا. منو بالنسبه لنا؟ لان هي بس هاي عندي بنيه. يا عمري يا روحي. الله يحفظك. عمري البنات شو اسمك؟ رهف. رهوفه. بابا يدللك عن الشباب؟ انت بالبيت هم تدللين عليهم؟ هيك جيبوا لي مي، جيبوا لي، غيروا لي، زووا لي، حطوا لي. يلا جيروا هاي القناه غيروها ما عجبت. تتقمص علينا والله، تجيب لهم مي ما ادري شنو، تليفون 14 برو. اي نعم هاي دلل. أنا ال 15 إلا تزوج وصار ابني بطول يلا اشتريت. وجاي عندك 14 برو. شنو الحياة؟ الحياة غير يومكم. اي طبعا. شلون؟ هو أصلا لو بده يشتري له سيارة.
لو بيده خير اشتري له سياره. شد حيلها وتلوح البنزين. اي والله اشتري له سياره. اي نعم لعد ايش عندي غير هاني، بس هاي البنيه عندي. وهسه شافتك وجيات بابا قلت لها عايب على مود. هجيت اي والله على مود. لا جيت على مودي طبعا. عبالي شفتي جيت انافسك. على مودي مو على مودك. الله يبارك. الله يسلمك يا رب. زين من يتعاركون بالبيت المن تفزع؟ والله ماكو فزعة. اي طبعا والله ماكو فزعة. هو لازم تتفه بس هي ماكو فزعة. بس هاي عندي بالنسبة لي افزع لها، اما الباقي لا والله ما افزع. انت ليش ما مخابرين علي عذاب الحدث؟ ليش ما تناش؟ خطيه ايش تسوي له؟ وين تروح؟ ايه ما عندنا بس هاي. لكن بعوا جيراننا والله. اي نعم راوسوا بطلوا. الله يحفظك. زين بشنو راوسوا؟ المهم جماعه مراوسينها بتليفون. اي نعم. يعني هم بس هي الوحيدة بنية، هم مدللة، هم بس هي أبوها يحبها. كل شيء يجيب لها أصلاً لو بيد ده كم بالوحدة بالليل خلنا راح أشتري لها. والله ودي بالوحدة بالثنتين شي تريد راح أجيب لها وجهي، لأن هاي بنية بعد أنا. روح الله يحفظك ويرزقك ويحفظك لأجل عينها ويرزقك هيك من أوسع أبوابها. الله يبارك بيك. الله يحفظك. قد حلو البنية من تدري بأبوها يحبها وسلام. والله أنا يعني بالنسبة لي كل بنت اب ما يدير باله عليها هذا خربان. والله اي والله البنيه الحب الاول اللي بحياتها ابوها. صح لا تتقوى بابو سندها ابوها. احنا نتقوى بالوالد، هو السند، هو المعيل، هو ابتسامتنا، هو كلمتنا، هو يعني شايف من تصير حكايه وابوي يقول اني وراك ما لك علاقه باحد. من يا قرايب يا دنيا يا قرايب يا اخ يا بالنسبه لها هاي اي طبعا الاب هو ابويا يأمر البنت. اي والله يعني هو السند اللي ايصر موقف مني يصير بابا هيك هيك صار شو اسوي بابا روحي ماك علاقاني ورا فاطمه شغلت سياره وطلعت من يلحقها. مضبوط صحيح هذا الحكي الصحيح. هذا يعني بالدنيا الاب خام على كل الاولاد، بس البنت تظل ورا ابوها يقولها فوتي وانا وراك. البنت هي احن وحده على ابوها من يكبر. والله العظيم هو هذا الصح. مالك ذولا يمك كل واحد يروح لمرته وجهاله ياخذ مرته وجهاله والله وياه. بس هي يمك. لا هاي لا يصير عندها اولاد وعائله ترجع لك. ترجع لي هي طبعا. لا شلون هاي بنتي الله صراحه هو فالك اخذي سياره. ان شاء الله على العيد الكبير شديتي ظهره لا انا وياك مو بس شوفي هي الكيو كيو يا عمري يا روحي في جوال وجهك. شوفي الكيو كيو على قدك دبريها على عيد الكبير تجيب لها كيو اخذ لها باندا يا عمري والله تجيب باندا مثل خدودك هاي الحلوه. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. اسالكم سؤال الحلقه يعني على راسي اعطيكم مثل ولازم انتم تكملون المثل. اكو مثل يقول لو ردت صديقك دوم حاسبك اليوم. حلو عشان صفقوا له بابا شاطر قيلة تكتر وحدة صفقيلة. الله يحفظكم يا رب. انطيني هدية أنا كلش فرحت بشوفتكم. يا رب يجعلك دوم سند بنتك، يجعلك دوم ممكن تجيبيها حبيبي الله لا يصغرك. ثانك يو. يجعلك دوم سندها وحبيبها الأول والأخير بهاي الدنيا والسند اللي ما يميل يا رب. هذه هدية لك مقدمة من ايدل بيوتي، تصرفوها بالهنا تروحون تستلمون هداياكم اللي هي عطور خاصة من وكالتهم. أوكي أريد تشيكي ترشرشين صح خلاص العيد بس عادي رشرشي ما يخالف. وهذه هدية مقدمة من شركة أوسكار لتجارة المطابخ وإكسسوارات الكاونترات. بالعافية عليكم. عنوانهم بشارع فلسطين وين؟ مقابل وزارة الداخلية. بألف عافية عليكم كل عام وانت بخير. الله يحفظك يبارك بيك. دائما أشوفكم. شكرا لك. الله يبارك بيك. الله يحفظك. باي باي رهوفة حياتي. مشاهدينا الكرام أنا مستمرة وياكم. الله يحفظ أبهاتنا، يحفظ أبويا أني لأن هو سندي وحبيبي الأول وروحي من هاي الدنيا، وكل حكاية منه أنه بابا روحي وأني وياش تسوى عندي الدنيا كلها، لأن اليوم السند الأول والأخير الأب. مرحبا. سهلا الحمد لله. شنو رأيكم حتى حمزة يشوفكم؟ ايش يصيرون منك؟ اخواني الحمد لله. يا عمري كل عام وانتم بخير. تستمين حبيبتي وانت بألف خير. ان شاء الله يحقق الامان يا رب. يا رب شلونك؟ الحمد لله. وانت بألف خير. حبيبي كل عام وانت بخير. بخير. صحة وسلامة. اوكي قولي من العايدين. من العايدين. اوكي شلون؟ الحمد لله الله يسلمك. قد عمرك؟ أنا 14 15. يا عمري والله انت الكبيرة مالتهم؟
اختي اكبر بعد هاي موجوده. هم لابسه اصفر. مسوين سيت انتم اليوم؟ صدفه. صدفه؟ ايه. حلو، زين شو وين رحتوا اول يوم العيد؟ والله احنا البيت جدو، يعني اهل ماما واهل بابا. الف عافيه. حصلت عيدتي؟ اي حصلت. ولا شوي. يعني يعني بيه نسيت ملابس لو ما بيه؟ اي بيه. اي حلو، زين وين ناويه تروحين بعد بما انه خلص العيد لو حد داومين قبل؟ لا راسده اراجع، لان انا ما حلو. خاجعين. دا اراجع هسه يعني ثالث متوسط. حرف غاء اللي عندي. يجنن حرف غاء. يا عمري والله. انت ثالث مزاري؟ اي. يعني ماكو طلعه لا منها ولا؟ اي حب جلسه اراجع. اصلا زين منهم طلعوا شوي. اي والله هسه شويه بس هاي الفتره مال العيد ان شاء الله بعد نجي مراجعه. يلا بلشي راجعي واقري. الله يحفظك ان شاء الله. انطيك مثل وتكملي. يلا. بالوجه مرايه. بالقفص اللاي. شاطرة يا ربي وحبابة ويلكم من عدن. انطيني هدية. كلش نورتيني. يحفظ لك الأهل. هذه أنا مزاغي يعني بالصف السادس. هم مزاغي وهم تحكي بغا. كلكم تحكون بغا يا عمري. أنت شو اسمك؟ أحمد. حمودي أنت سادس؟ من بين عليك سادس؟ هاي الناس كلها تقول لي. والله نعم الله يحفظك. أحسن لا يبين عليك، مو حلو واحد يبين عليك. يلا هذه هدية مقدمة من شركة من محل ايدل بيوتي بحي الجامعة. هديتهم هي عطور من وكالتهم. بألف عافية عليك. تسلمين حبيبتي. مع السلامة. وانتي بألف خير. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم. احنا لا ما مستمرين وياكم لانه احنا هسه وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم ولختام برنامجي لهذا اليوم. كنت وياكم على مدار 4 ايام من ايام عيد الفطر المبارك بحلقات برنامجي عيدكم مع فاطمة قيدار. اتمنى تونستوا وياي، فرحتوا وياي، غيرنا جو، ضحكنا، شاقينا، سولفنا، انطينا عيدية، ومس ما اخذنا عيدية بالبرنامج، وحمزة ما انطاني عيدية، بس يلا ما يخالف. أنا هواية أشكركم على حسن المشاهدة، حسن المتابعة، على كل شيء حلو قدمتوا لي. شكراً حمزة، هذه هدية إليش فاطمة قيدار مقدمة من أوسكار لتجارة الأخشاب وإكسسوار المطابخ. سهلة حمزة، يعني ما راح تنطيني من جيبك، يعني ما راح تعطيني 25,000، ماشي. انتظروني إن شاء الله بعد العيد مباشرة نطل عليكم ببرنامجنا الجديد على قناة الفلوجة الفضائية. يا ربي دائما نكون عند حسن الظن ونكون احنا الشاشة الأحب والترند باستمرار بمقارنة بكل القنوات الفضائية على مستوى العراق وإن شاء الله الوطن العربي. شكرا بالإخراج والتصوير حمزة. أنا هواية أشكرك، يعني أنت صديقي وأخوي قبل وبعد البرنامج. شكرا حسن، كل عام وأنت بألف خير. شكرا يا كريم بالمونتاج. شكرا يا طه العبيد، يعني هواية تعبك أنت المخرج الأخير للصورة الحلوة اللي تشاهدونها من خلالها. تنتظروني إن شاء الله بالبرنامج الجديد على قناة الفلوجة الفضائية. كنت وياكم فاطمة قيدان. مع السلامة.